بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، نهارنا أبيض إن شاء الله. إن شاء الله معلمة. مبروك يا عوني بيه على شركة الأمن. الله يبارك في سعادتك يا باشا، بكله بنفسك برضه يا باشا. المهم تراخيص السلاح عشان الرجالة، عشان نبقى ماشيين في العدل. اطمن يا عوني بيه. مطمن يا باشا طول ما سعادتك موجود. يلا ايه يا رجالة، هتلعبوها خرصة ولا ايه؟ لا لا، حاجة ساعة للباشا بمناسبة الافتتاح. طبعا أبو الكرم تعالى اتفضل يا باشا. ألف ألف مبروك يا معلمة، ربنا يجعلها كده وش خير عليك وعلينا يا رب، وتبقى قدم السعد عليك يا أبو سعد. الله يبارك فيك يا سنجة. اتفضل يا أبو هواد، أهل وسهل. بالمناسبة الحلوة دي يا معلم عوني، عملت لنا إيه في الأرض بتاعتي أنا وابن عمي للعربوية حاطين إيديهم معلمة؟ هو النبي يا معلم، احسن حاطين ايدينا على قلبنا احسن تروح مننا. وانا قلت لك قبل كده يا حبيبي ما بحبش الرغي كتير ولا اللك كتير، المليون كاش ييجوا كل حاجه تعدي وتبقى قلصتها. احنا قلنا لك يا معلم اول ما هنستلم الارض هنديك الفلوس. افكر. عارفين ليه؟ عشان انتوا من طرف ناس حبايبي بس، فهعديها لكم المره دي.